السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياك الله عزيزي المشاهد في مقطع جديد من لعبة Elden Ring. شرحنا الساحر أو الاسترولجر، وشرحنا السجين البريزنر، وشرحنا الهيرو والفيجوبوند، والحين وصلنا إلى الساموراي تلبية لطلباتكم في الكومنتات. أول شيء الساموراي تكلمت عليه في أول مقطع في Elden Ring كان من أفضل الكلاسات بالنسبة لي، خصوصا إذا كنت جديد على اللعبة أو تحب الأسلحة الخفيفة مثل الكتانة. مثل ما تشوفون الدكس أو الدكستريتي عنده 15، فهو أقوى شخصية أو ثاني أقوى شخصية بعد الوورير في الأسلحة الخفيفة، لأن الوورير يبدأ تقريبا 16. وبالمناسبة الوورير والساموراي متشابهين كثير، إذا شفت إحصائيات من الاثنين بتلاحظ أنه ما في فرق يذكر، ولكن المميز في الساموراي غير شخصيته وشكله الكلاسيكي، أنه يبدأ بالسيف الكتانة وراح يبدأ معاك بالبو، فبكذا أنت بتكون قوي في الميلي وبتكون قوي في اللونج رينج، يعني المسافات القصيرة والبعيدة باختصار. والأفضل من كذا أنه عنده الأرمر جدا قوي في بداية اللعبة، يعني اللبس تبعه، يعني تقدر تقول شخصية كاملة من ناحية القتالية. وراح تبدأ بشوية أسهم معاك في بداية اللعبة بحيث أنك تقدر تستخدم البو وتتخلص من بعض الأنمي في بداية اللعبة. طبعا مثل ما قلنا شخصية تبدأ بدكسترتي عالي، ولكن تقدر تركز برضو أنت ترفع في السترينكث بحيث أنك تقدر تستخدم الأسلحة اللي معتمدة على السترينكث. ولكن بما أنك اخترت شخصية الساموراي أنا متأكد أنك راح تختار سلاح الكتانة واللي هو يعتمد على الدكس. طبعا دائما انصح مهما كانت الشخصيه اللي اخترتها انك تبدا بالايتم الجولدن سيد بحيث انك تقدر ترفع عدد الفلاسك اللي تستخدمهم، تروح عند اقرب بومفاير وتختار عدد الفلاسك للهيلث مقابل عدد الفلاسك الى السحر، وهذا راح نرجع له بعد شوي. طبعا بما انه يكون عندك البو ضروري انك تروح الى التشيرش اوف اليه عند التاجر هذا وتشتري الكرافتنج ايتم بحيث انك تقدر تسوي كرافتنج للاسهم اللي معك، وبتحصل عنده الوصفه اللي اسمها نوماديك وورير كوكبيك برضه عشان تقدر تسوي الأسهم العادية والأسهم في أنواع كثير من الأسهم، وبناء على تقدمك راح تشوف الأفضل بينهم والدمج أو على حسب أسلوب لعبك. كل اللي تحتاجه في البداية عشان تسوي كرافت أنك بتحتاج 3 عظام من أقرب خرفان، فبتروح شوية تلوتهم وترجع تسوي كرافتنج. وإذا تقدمت في اللعبة شوية طبعا راح تشتري البونز بالعملة، وإذا أنت مفرم من مقاطع الفارمينج اللي أنا منزلها، وإذا اشترتها كامل 255 حبة بيطلع عليك 5000 رونز ولا شيء، بدقيقة من أقرب فارمينج راح تجيب قيمتها. من أهم الشغلات في كلاس الساموراي أنك تعرف متى تستخدم البو ومتى تستخدم الكتانة، فأنت مع لعبك يعني وتقدمك في اللعبة راح تميز بين الشغلتين، ولكن دائما حاول أنك قبل لا تستخدم الكتانة حط في بالك ولا تنسى البو أنك تنقص من عدد الأنمي، مثلا إذا دخلت على مجموعة من الأعداء أو حتى إذا كان عدو واحد تحاول أنك تنقص هلثه في البداية وتأخذ فائدة البو بشكل كامل. غلط أنك تلعب بالساموراي وانساحب على الأسهم، وهذا مش بس على العاديين يعني أو الأنمي العاديين، حتى يوم تقاتل البوسز خل عندك أول شيء تبدأ فيه اللي هو البو، وهذه ميزة حلوة جدا بالساموراي، لأنه دائما البوسز يعطيك مسافة، أو دائما يوم تبدأ الفايت مع أي بوس يكون بينك مسافة، فأنت باستخدامك الساموراي أو بكلاس الساموراي راح تنقص يمكن على حسب قوة البوس أو قوة البو عندك ممكن توصلها إلى ربع، يعني ربع الهيلث تبع البوس يمديك تنقصه من قبل لا تستخدم حتى السيف. وإذا كنت تلعب بكلاس الساموراي أنصحك أنك تجرب الR2 تشارج اللي هو يتم يشحن، تم ضغط على R2 وبعدين يعطيك حركة النغزة هذه، فنغزة الأعداء هذه ضروري أنك تجربها وتكثر منها. والحلو والميز في هذه الحركة أنك يمديك تسوي دوج لورا أو رولينج لورا، وعلى بال ما يضرب ضربته وتكون تركض وبعدين تعطيها الR2، عشان تنفذ هذه لازم أنك تركض وبعدين تسوي تشارج الR2، وراح يكون سريع جدا بأنه يرجع للأنمي ويضربه في هذيك اللحظة، ما يمديه يرفع سيفه الانمي الا وانت جاي صاقعه. والافضل من هذه الحركة بالنسبة لي اشوفها اللي هي حركة الغمدة، اللي يدخل سلاح الكتانة في غمدة ويرجع يصقع يسوي السلايس هذا، فهذه مثل ما تشوفون المزيج بينها قبل شوي اللقطة اللي هي يروح اول شيء يعطيها حركة النغزة وبعدين يرجع ويعطيها حركة سلايس، تحاول تدمج بين الحركتين هذه صدقني راح تبدع. وعشان تنفذ هذه الطريقة ضروري انك تمسك السلاح او سيف الكتانة باليدين، وكل اللي عليك تسويه انك تم ضغط على مثلث وR1 او R1 بعدين مثلث، وراح يمسك سيف الكتانة باليدين وينفذ هذه الطريقة. فضروري انك ما تنسى كل ما استخدمت الكتانة اول شيء تسويه انك تضغط المثلث بالR1 وتمسكه باليدين عشان تقدر تسوي هذا الابيليتي، ضروري جدا.
وهذه الطريقة حرفيا تقدر تتغلب على أقوى البوسز في اللعبة بس بهذه الطريقة في الساموراي. وإذا تبغى تشوف قوة هذه الحركة تعال من أول ما تبدأ الشخصية في المجريف بتحصل هذا النايت كافالري، مدري وش اسمها، المهم هذا من أوائل الميني بوس اللي تقابلهم في اللعبة. جرب عليه هذه الميزة من أول ما تبدأ اللعبة من غير لا تطور أي شيء وراح تشوف قوة هذه الطريقة. دائما خل في بالك، أنا تكلمت في كل مقاطع الكلاسات على أنك تحاول تدرس أو تفهم حركات البوسز، صدقني المفتاح أنك تفوز على أي بوس لازم أنك تفهم أو تحفظ حركاته أو ضرباته، وهذا راح يقوي طريقة قتالك. ومن أفضل الشغلات اللي موجودة في سلاح الكتانة أنه عنده ميزة البلاد لوز، وميزة البلاد لوز طبعا احنا ما نقدر نشوفها في البوسز ولكن هي موجودة. كل بوس له استامينا وكل بوس له البارات نفس اللي موجودة انت عندك ولكن احنا ما نقدر نشوفها، فلذلك انت لو جيت بسلاح الكتانة وسويت سبام ضربات عليه وطايح ولا شيء بتلاحظ ان الدمج عندك يضاعف بسبب ميزة البلاد لوز، وهذا السبب اللي يخليك تركز انك تحاول تسوي سبام قدر الامكان في الايدل تايم للبوسز. واذا عرفت تستخدم الالتو والارتو على الحصان ووقت لها صح، عرفت متى الضربة تصير بعد كم اجزاء من الثانية او كم ثانية بالضبط، صدقني راح تبدع بالكتانة من فوق الحصان بعد. ولا تنسى انك تقدر تستخدم بعد البو من فوق الحصان، ويعني تنقص الدمج من بعيد وتقرب وتستخدم الكتانة، تقدر تتغلب على اقوى البوسز وانت فوق الحصان حرفيا من غير لا تنزل، خصوصا ان في بوس اسمه رادان، هذا البو او كلاس الساموراي راح يسهل عليك قتل هذاك البوس، لان بعض البوسز نقطة ضعفهم انه يكون معك سلاح اللونج رينج. طبعا مثل ما ذكرنا يا اخوان موضوع الاسلحة مثل ما تشوفون راح تبدأ باللونج بو وراح تبدأ بالكتانة، ما انصحك انك تبدل الى الشورت بو لان اللونج بو صحنا ياخذ فترة اطول بشحن السهم ولكن اللونج رينج فيه له اقوى من الشورت بو وكذلك الدمج، فانصحك انك تبقى على اللونج بو والكتانة، ما يحتاج تغير اي شيء في بداية اللعبة، معك السيف المسافات القصيرة وتحتاج اللونج بو فقط للمسافات البعيدة، فخلي اللونج رينج قدر الامكان اكبر يكون معك ولا تبدله بالشورت بو. اما بالنسبة للبس انا ذكرت من قبل ان اللبس اللي تبدأ فيها والدرع اللي تبدأ فيه من اقوى الدروع اللي موجودة في اللعبة، فلذلك ما انصحك انك تبدل، ولكن اذا انت مصمم تغير في شكله انصحك انك تخلي اللبس اللي بالوسط وتغير الهلمت مثلا او تبدل في الشغلات الثلاثة الباقية ما عدا الارمر اللي بالوسط. نجي لموضوع الستاتس، انت واضح انك تحتاج الدكسترتي او السترينغث، حتى اذا انك طورت في السترينغث او الدكس صدقني ما راح تشوف الفرق في الدمج في السلاح لين ما تقدر توصل تقريبا الدكس الى 26 او السترينغث الى 26، يعني في ارقام في الستات تطور فيهم ما يزيد معاك الفارق الكبير لين ما توصل مثلا نقطة 26، هناك راح تشوف الفرق في الدمج حق السلاح، هذا التطوير للشخصية باستخدام هالسلاح فالدمج بيتقوى غير انك تروح عند الحداد وتطور الكتانة نفسه او البو وغيره من الاسلحة. من اهم الشغلات اللي اشوفك تبدأ فيها غير الدكس اللي هو الفيجر، طبعا شخصيتك تتطلب ان الميلي اتاك اللي هو المسافات القريبة، فلذلك ضروري جدا انك تركز على الفيجور مثله مثل شخصية الفيجابون، كانت اكثر الشخصيات اللي تركز على الهيلث، هذاك حرفيا كان تانك ولكن الساموراي بدرجة اقل منه، يعني ما توصله الى الماكس ولكن تحاول انك ترفعه دائما الى المرحلة اللي تقدر تستقبل فيها 3-4 ضربات عشان تقدر تنفذ ضرباتك او الميلي اتاك، خصوصا ان في بعض البوسز يطلبون منك انك تكون اجريسيف اكثر، انه ما يعطيك الراحة انك تكون من بعيد او الضربات حقه توصل الى رينج بعيد، فبعض البوسز او بعض الانمي يتطلبون منك انك تكون اجريسيف بزيادة وتكون داخل في وسطهم عشان تقتلهم، مثل الدببة عندك، الدببة لو بعت منه ما راح يفيدك او ما تقدر تسوي شيء من بعيد، راح ما دريت به الا دخل فيك، او بعض البوسز نفس الكلام، فبعضهم يطلبون منك انك تكون اجريسيف وهذا راح يطلب منك الفيجور او الهيلث انك تطوره وتعتمد عليه بشكل كبير. فباختصار الدكس والفيجور يكون تركيزك مبدئيا انك كل ما رفعت الدكس ترفع الفيجور معه مرة بحيث انك تقوي دفاعك وتقوي هجومك بنفس الوقت. في شغلة ضرورية بعد ما تسحب عليها اللي هي المايند، المايند هذا يرفع البار تبع الفوكس بوينت او التركيز او البار الازرق، وهذا راح يفيدك بشكل كبير، انت يوم تستخدم البو راح تنقص من الفوكس بوينت، ويوم تستخدم حركة الغمد هذه اللي تكلمت عليها راح تنقص من الفوكس بوينت، فضروري جدا
انك ما تسحب على المايند بعد، تعطيه كل 3 تطويرات للفيجور والدكس ممكن تطور المايند حبه. وانت بتطويرك الى المايند ضروري انك تحط في بالك انت كذا موفر على نفسك الفلاسك حق السحر الازرق. فانا يوم قلت لكم موضوع الفلاسك في بدايه المقطع اعني انه يوم تزيده في الهيلث، ما تزيده عشان تستخدم الهيلث والسحر، لا خلاص كلهم خلهم فلاسك الاحمر اللي هو تبع الاتش بي، بحيث انك يوم تطور في الستات تطول البار حق الفوكس بوينت او البار الازرق، فبذلك انت ما تحتاج انك ترجع تهيل الفوكس بوينت، فتفتك من موضوع الفوكس بوينت عن طريق تطوير الستات. هذه شغلة مهمة، لانه يكفي انت جالس تهيل، اذا لقيت فرصة اصلا في مع بعض البوسز يلا انك تحصل فرصة انك ترجع الاتش بي وتشرب هذا الفلاسك، فما بالك انك بتروح بتشرب الازرق وبتشرب الاحمر ما دريت الا وانت ميت. فضروري انك تخلي الفلاسك كله احمر الا اذا مثلا تخلي حبة واحدة من الازرق. وفي طريقة ثانية راح اتكلم عليها اللي هي كيف انك تستعيد الأزرق هذا أو الفوكس بوينت عن طريق ضرباتك، وهذا شيء جدا مهم وراح أتكلم عليه بعد شوي في الشغلات المتقدمة. موضوع الاندورنس ما تحتاجه إلا لو أن فيه درع معين لبسته وحولك إلى الهيفي لود، وهذا شيء جدا نادر بالساموراي لأن أسلحته خفيفة، فهذه الشغلة الوحيدة اللي ممكن تحتاج أنك تطور قوة التحمل، أو شفت أن الرولينج تحتاجه بشكل أكبر والاستمنة عندك معذبك، فممكن تطور الاندورنس بحيث أنك تقدر تسوي رولينج أو الدوج أو استخدامك للحصان في بعض الأماكن يتطلب الاندورنس بشكل أكبر. فضروري جدا أنك تنتبه لطريقة أسلوب لعبك، فممكن أنه يكون السبب أو الغلطة مش أنك تحتاج تطور الستات تبعك الاندورنس وقدرة التحمل وغيره. وإذا توهقت مع بعض البوسز أنصحك أنك تجيب أحد من أخوياك وما تهيل أو تلفل كثير، بحيث أنك تسهل على نفسك اللعبة بشكل كبير تفقد متعتها. أنا أشوف البوسز حالاتهم انك يوم تنجلد منه لين ما توصل لمرحلة انك تفقد الامل وبعدين تفوز عليه، هذا الشعور اللي باقي الالعاب ما تعطيك اياه. وفي ايتم يا اخوان انصحكم انكم تستخدمونه، هذا الايتم موجود قريب المكان اللي شرحت فيه جلتش الى الام الجلتشات الفارمينج، طريقة الفارمينج تبع المصارعة. هذا المكان مثل ما تشوفون في الخريطة يا اخوان جنب التور على طول، كل اللي عليك انك تطلع التور هذا اللي يرمون عليك الاسهم وانت جالس تفرم، وتلقى عندهم هذا الايتم اللي يساعدك بتقوية الاسهم يوم تستخدم البو وانت راكب على الحصان، واللي لسه ما وصل عند رادون او ممكن اخطيت باسمه انا، المهم ان اسمه قريب من كذا اللي موجود في صحرة التنانين، فانصحكم انكم تجربون هذه الطريقة معاه انكم تستخدمون البوء من فوق الحصان وتتركون مسافة بينكم وبينه. ونصيحة ثانية انك تستخدم اذا تقدمت في اللعبة شوي راح تقدر تستخدم البلاد بون ارو، وميزة البلاد بون ارو نفس ميزة البلاد لوز اللي موجودة في الكتانة اللي تكلمت عليها قبل شوي. طبعا مثل ما تشوفون الدمج فيها اقل من النورمال او الارو العاديين او الاسهم العاديين، لكن ضروري انك تستخدمها في الوقت الصحيح، مثلا اذا كان في انمي مثل ما تشوفون تعطيه صقعة بالاسهم بحيث انك تسبب له او صقعتين بالاسهم تسبب له البلاد لوز، بعدين ترجع له بالكتانة ويكون عليك اسهل قتله، لان مثل ما قلنا البلاد لوز يسبب ضعاف الدمج او يخلي سيفك او سلاحك مضاعف الدمج، فانت تستخدم بلاد لوز بالاسهم من بعيد قبل لا توصل له، وبعدين ممكن انك توصل للانمي وتضربه بالسيف اللي فيه له بلاد لوز فبيضاعف معه. وشغلة اخيرة ضروري انك تروح الى السميثينغ ستون وتطور اسلحتك باسرع وقت، توصله الى بلس 1 وبلس 2 وبلس 3. طبعا كبداية ما راح يطلب منك الستونز 1 والستون، هذا انا نزلت عليه شرح امس كيف تجيب الستونز 1 و 2 و 3 و 4 لا نهائي وبسهولة من الراوند تيبل هول. وبس يا شباب هذا كان مقطع سريع للمبتدئين على الساموراي، لكن فيه مقطع ان شاء الله بنزله للي متقدمين باللعبة راح يفيدهم هذاك المقطع اكثر ونصايح، فاتمنى ان نال على جابكم. لا تنسون تحطون لايك وترسلون المقطع لاخوياكم اذا تعرفون احد يلعب شخصية الساموراي لعله يستفيد، ونشوفكم ان شاء الله على خير في مقاطع جاية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.